صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. ايه اخباركم؟ سنة تانية، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. رمضان كريم، ويا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. طيب، يونت 9، عايزين نشوف السيجنيفيكانت نوتس او امبورتنت نوتس. اول كلمة عندنا بلانت وران. كلمة بلانت معناها مصنع، ودي حاجة ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش، ان كلمة بلانت معناها فاكتوري، وبلانت نبات، وبلانت يزرع كفعل. لكن ران احنا عارفين ان هي نجري، بس برضه تيجي بمعنى يدير شركه، يدير شركه او مؤسسه. فولانتي بروجرام، برنامج المتطوعين. انا هقول لك حاجه عشان ما تتلخبطش في الاختياري، لما تلاقي دبل اي حط عليه، اختار الكلمه اللي فيها دبل ام. لما تلاقي دبل اي اختار دبل ام. طيب، فولانتير ورك اللي هو عمل تطوعي، تمام، دي ما فيهاش دبل اي، وبالتالي ما فيهاش بروجرام خالص، عشان هاجي لك في الاختيار ممكن تتلخبط فيها. طيب، سلايتلي مو تشينج او اليتل تشيبر. كلمه سلايتلي واليتل معناها قليل من، قليل من، تمام. وبيجي يعني هما كده يعتبروا كانهم صفه، يعني صيغه مقارنه بين اثنين مثلا، يعني سلايتلي مور. انت هتقول لي مور ازاي سلايتلي مور في نفس الوقت؟ اقول لك عادي، كلمة more تمام معناها اكثر من طبعا، بس يعني بقول لك تغير زيادة بس شوية. كلمة بس شوية اللي هي slightly، كلمة بس شوية هي slightly. او مثلا حاجة مثلا ب 12 جنيه وحاجة ب 11 جنيه، فبقول لك دي a little cheaper، يعني ارخص منها بجنيه، مش بكتير قوي يعني. انت فاهم ازاي؟ طيب، biodiversity، كلمة bio دي معناها حيوي، و diversity هي نفسها difference، فما تتخضش لما تشوف الكلمه الغريبه دي، هي دي يعني كلمتين هنفصلهم كده اهو، بايو لوحدها ودايفرسيتي لوحدها، فهتبقى بايو يعني حيوي. حتى اللي في كليه صيدله يقول لك احنا النهارده والله عندنا امتحان بايو. بايو يعني ايه؟ حاجه تبع الاحياء يعني، او في علوم كمان. طيب، بايو ديفرنس اللي هي اختلاف حيوي، تمام، احنا بنقول عليه بايولوجي، ماشي، ما بيولوجي يعني حيوي، تمام. apply for a scholarship يعني يتقدم لمنحة دراسية، اسمها apply for a scholarship، تمام. volunteer job with organization may lead to paid work. والله في ناس بتفضل ان هي تشتغل عمل تطوعي، ممكن العمل التطوعي ده يكسبها خبرة وتروح بعد كده ان شاء الله للعمل اللي هو بفلوس paid work، يعني يبقى عنده خبرة في مجال معين، فبالتالي لما يروح لعمل بإيجار بفلوس يعني مدفوع الأجر، فيبقى ليه نصيب. make useful contacts، يقوم باتصالات مفيدة، هي اسمها make، اسمهاش do. make useful contacts. put volunteers into contact with people، يعني يخلي الجماعة دول على تواصل مع الناس، على تواصل مع الناس، اللي هو الجماعة المتطوعين بيكون على تواصل مباشر مع الناس. volunteering brings benefits، أكيد العمل التطوعي طبعا بيجلب المزيد من الفوائد. benefits يعني فوائد، وvolunteering يعني عمل تطوعي. طيب، cause damage أو do damage أو conduct damage، أي كلمة من دول قبل damage تنفع، بس أي واحدة غير كده لا. تاني، cause أو do أو conduct معناها يسبب دمار، تمام. دايما دايما 90% من الاكسرسايز هتلاقيها كلمة دو، فانت احفظها ان دو اولها دي ودامج اولها دي، فهم الاثنين اخوات، دو اولها دي ودامج اولها دي، دو دامج. بتفكرنا بكلمة ميك مستيك، ميك ام مستيك ام، فتلاقيهم اصحاب كده ام ام، هنا بقى دي ودي. طيب، put a limit to يضع حد لي، take up much space، كلمة take up يعني يستولي على مساحة كبيرة أو يأخذ مساحة كبيرة. what if there is a storm، ماذا لو كان في عاصفة، تمام. طيب، كلمة what if ما ينفعش نستبدلها ب how if، غلط، هي اسمها كده ماذا لو، مش كيف لو، مفيش حاجة اسمها كيف لو. playing games and drawing isn't or aren't very interesting، هي في الكتاب في reading نازلة isn't، تمام، في الكتاب في الريدنج ناس لإذن، بس برضه لو قلت aren't مش غلط، تمام. يعني هو اعتبر في الكتاب ان كلمة playing games و drawing على اساس ان الحاجتين دول الانشطة يعني، فبيقول الانشطة بشكل عام isn't، او النشاط يعني، بلاش كلمة انشطة عشان ما تتلخبطش تقول الانشطة جامد.
النشاط بشكل عام isn't very interesting، لكن ممكن اقول aren't يعني فاش حاجه. do that project يقوم بمشروع، تمام، يقوم بمشروع. ممكن كمان اقول بتساوي كلمه ايه السينونيم بتاعها carry out، carry out a project ينفذ مشروع، ينفذ مشروع. many benefits arise from volunteering، الكلمة اللي هولها الاي لازقه فيها هي دي اللي انا عايزها، دي arise معناها تنشأ او تظهر، بمعنى ايه حاجات حلوة او حاجات وحشة. يعني ممكن حاجات حلوة زي البنفيتس بتبدأ تظهر بقى الفوائد بتاعة العامل التطوعي، او واحد مثلا عامل مشاكل في المدرسة فهتبدأ بقى تظهر ايه المشاكل اكتر واكتر واكتر، يبقى arise نفس الكلمة برضو. he got a million dollars prize consequently he bought BMW. عقبالكم وعقبال ان شاء الله لما نشتري البي ام دبليو ان شاء الله يا جماعه. طيب وعقبالكم لما تكسبوا مليون جنيه، مليون دولار كمان مش جنيه. طيب consequently معناها نتيجه لذلك، كانت ونتيجه لذلك، تمام. ممكن نستبدلها بكلمه سو، يعني بدل الكلمه الطويله دي ممكن نستبدلها بكلمه اس او وخلصنا على كده، تمام. however بتساوي but. however يا جماعه معناها بالرغم من، خلاص، او معناها ومع، مش برغم من، بلاش نقول برغم من عشان ما تتلخبطش مع الظروف، نقول ومع ذلك، او ومع ذلك يعني مثلا هقول مثلا هي از فيري سترونج، هو قوي جدا. however ومع ذلك he can't carry this box، مش قادر يرفع الصندوق الكبير ده، بالرغم ان هو يعني مع هو قوي جدا ومع ذلك، تمام. however strong he is هنا بقى حصلت حاجة غريبة. ايه الحاجة الغريبة؟ ان كلمة however جت في وسط، هي متعودين ان هي بتيجي في وسط الكلام. طيب هنا بقى جت في اول الكلام يا مستر، نعمل ايه بقى؟ نحط وراها صفة يا معلم. طب وبعد الصفة؟ مفيش حاجة. however strong he is he can't carry this box، تمام. يبقى الصفة بتيجي في اول الكلام، الصفة بتيجي فين؟ في اول الكلام. طيب well known for بتساوي famous for، مشهور به. well known for بتساوي famous for. came to conclusion يعني وصل لاستنتاج. ممكن تقول لي طب ما انا اقول arrive at conclusion مثلا، ما دام كده كده معناها وصل. مش وصل بالمعنى الحرفي يا جماعه، وصل يعني وجد استنتاج او قدر يخمن الاستنتاج او قدر يشوف حل للمشكله اللي هو فيها دي. فهو ده اللي هو كيم تو، مش ارايف بمعنى راح بجسمه كده كله للاستنتاج، لا ده كده معناه هو هتسافر من بلد لبلد. فبلاش ايه ان احنا نعمل نفسنا يعني عندنا شويه فهله وكده ونقول طب ما كيم تو ارايف ات، ما الاثنين اخوات وكده كده معناه وصل الى ومشي حالك يا اسطى. لا مفيش حاجه اسمها كده، الفهلوه ما بتاكلش في الانجليزي يا جماعه. طيب tourist industry معناها قطاع السياحة أو صناعة السياحة، يعني ممكن في بعض منكم مش فاهم يعني صناعة السياحة، فمعناها نفسها قطاع السياحة المسؤول عن السياحة. digital technology و analog technology ايه الفرق بينهم؟ digital technology معناها التكنولوجيا الرقمية اللي هي الحديثة بقى، كل الشاشة اللي قصادك دي في الموبايل أو في التابلت أو اللابتوب كلها عبارة عن بيكسلز، وكل بيكسل فيها رقم بتمثل رقم، مش فيها رقم، هي نفسها عبارة عن بتبعت إشارة برقم. فالصورة اللي ظاهرة قدامك دي عبارة عن ملايين الأرقام، بتدي لك ألوان وبتدي لك صورة وبتدي لك كل حاجة. طيب أنالوج بقى اللي هي التناظرية بتاعت زمان دي، اللي هي إيه أيام زمان بقى، اللي هي اللي كانت الشاشات ألوانها باهتة كده ووحشة. طيب تعال نشوف كلمة لايك. لايك بيجي وراها الفيرب في اي ان جي وبنقول عليه جيرند، تمام، عشان لو سمعت كلمة جيرند ما يعني تبقى فاهم ايه الدنيا يعني ايه جيرند. جيرند يعني الفعل في اي ان جي. طيب لما اقول لك فلان او مجموعة يعني لايك وراها اي ان جي، تمام. مور او بيتر ذان كذا، يعني مثلا اي لايك ريدنج مور ذان او بيتر ذان رايتنج، بحب والله اقرا اكتر ما اكتب. طيب I prefer reading to writing، دي طبعا حاجة غريبة جدا، ان كلمة prefer ما بتحبش كلمة than، يعني هنا فوق like ما فيهاش مشاكل بتاخد كلمة than عادي، لا والله كلمة prefer ما ملهاش في الحوار ده، ما بتحبش كلمة than خالص.
الفاعل طبعا اللي هو ممكن يكون هاد وراه هاد بيتا بيجي وراه مصدر الفعل، تمام؟ الفاعل وراه ود راثا بيجي وراه مصدر الفعل برضه. خلي بالك هي بتتكتب ابوستروف دي، ففي ناس مش فاهمه الابوستروف دي بتاعت ايه، يعني هو بيقولها ود راذر ود بيتر، تمام؟ فهو مش مستوعب ايه الابوستروف دي ده. الابوستروف دي يا جماعه اللي هي بتاعت بيتر اسمها هاد. هتقول لي يا مستر هاد ينفع نختصرها ابوستروف دي؟ اه ينفع يا سيدي، تمام. ويمكن انت ما كنتش تعرف المعلومه دي، اديك عرفتها. لكن ود طبعا من قديم الازل ساعه ما كنت في حضانه سيادتك، أو لا مش للدرجه دي، يعني ساعه ما كنت في ثانيه ابتدائي او ثالثه ابتدائي بيختصرها اللي هي كلمه ود يعني. طيب الفاعل الاول ممكن اقول ود راذر، الفاعل الثاني بيجي وراه مد بسيط. يعني ايه؟ يعني مثلا بقول لك اي ود راذر، انا كنت افضل او اود ان يو، تمام، didn't come late، كنت افضل ان انت ما تجيش متاخر. يبقى انت عملت حاجه او جيت متاخر، فانا بقول لك يا ريتك ما كنت جيت متاخر، I'd rather you didn't come late. طيب الفاعل طبعا would prefer to بيجي وراها مصدر الفعل، او would prefer to وراها جمله او فعل في المصدر، يعني rather than المصدر الثاني. نفس المثال اللي قلته فوق، I'd rather prefer to read rather than to write. هتقول لي يا مستر مش انت لسه بتقول ان prefer ما بتحبش than؟ اقول لك اه، بس prefer هنا لوحدها، prefer هنا لوحدها، انما هنا في كلمه اسمها would prefer، يعني would هنا راحت ايه قفلت عليها السكه، قالت لها اخرسي ما تتكلميش تاني، انا اللي هتكلم النهارده. فكلمه would الزمت prefer ان هي ايه تلزم الصمت، فقدرنا يا جماعه نحط كلمه rather than وانتصرت كلمه would، وانتصرت كلمه would. معلش انا بقول شويه تشبيهات كده مضحكه شويه، بس يعني ايه، او ممكن ما تكونش مضحكه، بس هي يعني المهم نحاول نبسط المعلومه. طيب would rather معاها مصدر برضو عشان would موجوده الحمد لله، فسيطرت عليها وخلينا هنا في كلمه than، تمام ماشي. والمصدر يعني اهم حاجه تراعي ان كلمه would rather وراها مصدر وذان وراها مصدر، لكن هنا كان في فاعل عشان كده ما تتلخبطش، هنا كان في فاعل يا جماعه، تمام. الفاعل ده هو اللي خلى فيه حاجه اسمها ماضي، لكن تحت مفيش فاعل، تحت مفيش فاعل، عشان كده احنا ايه واخدين راحتنا نحط المصدر بقى زي ما احنا عايزين بقى، مفيش مشاكل. طيب تعالى نشوف اللي بعده. A success معناها نجاح، تمام، وده اسم. يعني مثلا يقول لك the mission was successful او the mission was a success، يعني كانت ال 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 نقول مثلا المهمة دي mission، يعني مهمة في مثلا زي بتاعت الناس رواد الفضاء دول، كانت ناجحة جدا. ممكن اقول was successful او ممكن اقول was a success. طيب a great deal of او plenty of او a lot of، كل ده معناه كثير من، كثير من، تمام. طيب لكن انت سيادتك كنت مفكر بلينتي دي اللي هي بتاعت الكوره، صح؟ لا، هي الثانيه اسمها بينالتي، بينالتي، لكن دي اسمها بلينتي يعني وفير او غزير، تمام كده. ساينس فيكشن هي بتيجي شكلها كده ساينس، اصل في بعض منكم بيغلط يقول لي ساينتفك، لا هي كلمتين جنب بعض مش صفه واسم، لا كلمتين جنب بعض اسمها ساينس فيكشن. لكن في حاجه اسمها بقى ساينتفك ريسيرش، بحث علمي، بحث علمي، هذه صفة بقى، ماشي الكلام؟ معلش أنا بشرح بسرعة بس عشان الفيديو ما بقاش طويل يا جماعة، معلش. ممكن لو حاجة فاتك ارجع للحتة اللي فاتك وحاول تسترجعها تاني لو في مشكلة يعني. Distance learning اللي هو التعلم عن بعد، برضو نفس الحوار، اسم واسم. هتقول لي اسم ازاي؟ الفعل يا جماعة اللي بيحط له أي إن جي كأنه بيبقى اسم، كأنه بيبقى اسم. طيب لكن هنا distant learning معناها غلط، مفيش حاجة اسمها distant، معناها التعليم البعيد مش التعلم عن بعد، غلط. sellers raise prices، والله كلمة raise بخلاف اللي فوق، اللي فوق كان فيها حرف الـ A، المرة دي الـ A من جوه بقى، الـ A من جوه، تمام. يبقى إذا دي بقى بيجي وراها مفعول به يا جماعة، لما تلاقي الـ A من جوه بيجي وراها مفعول به،
تمام؟ يعني بيقول لك البياعين والله بيرفعوا الاسعار. طيب لكن لو قلت الاسعار لوحدها كده عاوز اقول الاسعار ارتفعت، ما قلتش مين اللي رفع الاسعار ولا حاجه، عادي مجرد الاسعار ارتفعت وسكت، يعني مفيش مفعول به، مفيش مفعول به، يبقى prices rise ليس لها مفعول به. جميل. How much does the salesman charges you for the suit؟ هنا charges you for معناها يعني بالمعكوس انت دفعت قد ايه، you pay for، تمام؟ لكن you لو انت بدأت بكلمة you هتقول you pay for the suit، انت دفعت للبدلة. اما لو بدأت بكلمة salesman فقول salesman charges you، كلفك قد ايه، حاسبك على كام. وصلت؟ يبقى لما اقول لك you pay for the suit يبقى انت دفعت كام في البدلة. لكن لو بدأت بالراجل اللي هو البياع salesman، يبقى salesman charges you for قد ايه، charges you for قد ايه، يعني حاسبك على كام. طيب how much do you pay for، اهي جت اهي you pay for the suit. That will take another two weeks. احيانا في ناس بتتلخبط في الارقام وحكايه another وother وحاجات زي كده. طيب another يا جماعه هي الوحيده اللي بيجي وراها ارقام، يعني مثلا ممكن اقول another two weeks، another two weeks، ماشي، اسبوعين مع بعض الكميه، يعني اسبوعين مع بعض دي كانها كميه مفرد، يعني كلمه two weeks كده كانها باكج مع بعض وقبلها another، انت متخيلها ازاي؟ يعني كلمه two weeks دي حته واحده، اسبوعين حتى في العربي يعني تخيلها كانها اسبوعين كده اهو، اهي كلمه واحده اهي، ماشي. فعشان يعني مخك يستوعبها او مخك يستوعبها فهتبقى another two weeks، another two weeks. I am seeing the dentist. واحد يقول لي مستر كلمه سي احنا خدناها مليون مره، ان عمرها ما بيجي لها ان جي عشان دي افعال حواس. اقول لك طيب المره مليون واحد ان احنا بنحط لها I am seeing علشان انا ما اقصدش نسي ان انا رايح اتفرج على الدكتور ولا رايح اشوفه شكله ايه، تمام. لكن انا هنا بقول لك عندي ميعاد مع الدكتور، عندي ميعاد مع الدكتور، I have an appointment، تمام. They offered her the job but she turned it down. كلمة turn down صح معناها بمعنى احيانا، يعني بمعنى يحبط، لكن هنا معناها رفضت الوظيفة. she turned it down معناها رفضت ايه الوظيفة. طيب تعال نشوف ال exercise. my grandmother، طلع معايا page 53 يا شباب. my grandmother often puts fruit jars with lots of sugar to dash them. تحط لهم سكر كتير في المربى ليه؟ to preserve. preserve يعني يصون او يحفظ. Judy hopes to get a dash so that يعني لكي she can study at really good university. يبقى والله نفسها تحصل على منحة، يبقى scholarship. teaching young children is a dash job. والله عاوز اقول difficult بس مش لاقي كلمة اسمها difficult فبقول challenging. يعني انت ممكن فوقيها في الحتة البيضة دي اكتب difficult، اكتب difficult. طيب English isn't the dash language for almost half of our overseas visitors. overseas visitors يعني يقصد اللي هم الأجانب، يعني foreigners يعني، تمام. فبيقول لك والله الـ English ليست الـ native language، اللغة الأساسية بتاعت ايه نص الناس اللي بتجيلنا من بره مصر، يعني مش النيتف لانجوج، لان النيتف لانجوج دي انجلترا بس واستراليا برضه. preserve and waste، يصون او يحفظ ويضيع، دول يعتبر ايه؟ antonym و opposites. طيب cons and advantages، فاكر كلمه pros and cons؟ طيب يبقى pros مزايا، cons عيوب، يبقى عيوب و disadvantages synonyms و meanings. ماشي تعال نشوف اللي بعد. The long hot summer can dash serious water shortages، عجز او نقص في الميه. يبقى بقول لك الصيف الطويل ممكن يسبب قلة الميه، تمام. يبقى can lead to او result in shortages، يبقى lead to معناها يؤدي الى او result in يؤدي الى. ركز في حروف الجر اللي بيرك لك، ركز في حروف الجر. are there any matters that last meeting، تمام.
هل في امور هنا او مشاكل، matters هنا بمعنى مشاكل يعني او حاجه، ها arising from، arising حرف الاي من بره او coming from، تمام، من الاجتماع اللي فات. هل في مشاكل ظهرت في الاجتماع اللي فات او في امور حصلت يعني. All the shops and the shops were closed and dash we couldn't buy any food. طيب لما قفلت المحلات، عاوز اقول نتيجه لذلك، نتيجه لذلك اسمها as a result، او ممكن كلمه so بس، so بس ما تقوليش وراها حاجه، so بس، او ممكن consequently برضه نتيجه لذلك برضه، انا قلتها هناك في الشرح على فكره. We thought figures were correct. متهيألي الأشكال دي صح. Not we have now discovered some مش باينة، ثانية واحدة كده. هنا كلمة errors يا جماعة، errors. طيب يبقى but أو however، ومع ذلك اكتشفنا بعض المشاكل أو بعض الأخطاء. The restaurant is dash for friendly atmosphere and excellent services. أكيد the restaurant is famous أو is well known for، مش famous وراها for أو well known for، تمام، لكن keen عايزة to، keen to متحمس لي، keen to أو popular with مشهور بي، عايزة with مش عايزة for. ففي حاجات ما بنختارهاش عشان حروف الجر اللي ورا، عشان حروف الجر اللي ورا. I agreed to her suggestion. عاوز أقول لكي لا، in order not to، تمام، لكي لا، هي عايز جملة واحدة، in order not to، ما هي كلمة in order to أصلا معناها لكي، in order not to معناها لكي لا. The responsibility of police is to dash peace and security. Responsibility of police is to preserve. Is to preserve يعني يصون أو يحفظ السلام والأمن. طيب مسؤولية الشرطة طبعا. The local dash protested against the plans for the new motorway. أكيد the local inhabitants، اللي هم inhabitants يعني السكان اللي ساكنين هناك، احتجوا على ايه؟ الخطط أو الخطط اللي خاصة بالطرق السريعة يعني، تمام؟ طيب local يعني محلي. He got a dash in Cairo Institute of Cinema. He got a scholarship. Scholarship to Cairo Institute of Cinema. يبقى حصل على ايه؟ منحة معهد القاهرة السينمائي. Pandas are an endangered مش معناها خطير، معناها معرض للخطر. Endangered أول حرف الإيه معناها معرض للخطر. يبقى endangered species، سلالات أو فصائل معرضة للخطر. She now helps local school at dash 3 days a week. يبقى she now helps in local school، تساعد في مدرسة محلية أو مدرسة في المكان اللي هي ساكنة فيه يعني، as a volunteer كمتطوعة يعني مش بتاخد مرتب ولا حاجة. We need to dash pollution levels in Nile closely. We need to نلاحظ أو نشاهد، monitor pollution، نشاهد التلوث أو نلاحظ التلوث، مستويات التلوث يعني pollution levels، تمام. طيب there is so much dash in the shop I do something different every day. يبقى there is so much variety، variety يعني difference على فكرة، difference in my job، في اختلاف. طب ليه مستر اخترت variety؟ أولا عشان much هنا عايز وراها اسم، لأن مفيش هنا اسم أصلا يعني. أنت لو قلت مثلا more values مفيش حاجة اسمها much values، تاخد بالك في حاجة اسمها more values يعني مختلفة أو more different، تمام. طيب they give me the dash of organizing the school trip. يبقى they give me the task، task بمعنى mission يا جماعة. فاكرين كلمة mission اللي قلناها في أول فيديو مهمة؟ هي دي بتساوي كلمة task. Some wives see single women، بعض الزوجات يروا ان السيدات اللي لسه ما اتجوزوش يعني، as a dash to their relationships with their husbands، كأنهم تهديد. طيب بعد الآ بعوز اسم، اسم مين فيهم اسم؟ هي دي threat. threat معناها تهديد، لكن treat يعني يعالج، دي فعل أساسا، تمام. threat. He may be forced to carry out his dash to resign.
he may be forced ربما أجبر على ذلك يعني إن هو ينفذ carry out اللي إحنا كتبناها بتاعت مشروع carry out a project تمام أو do a project بس هنا ينفذ تهديده ويستقيل resign يعني يستقيل يبقى ينفذ his threat برضه. طيب many companies are struggling for dash due to the current crisis. العديد من الشركات تكافح وتجادل ايه بقى for survival. survival يعني للبقاء. ما فور عايز صفه يعني مثلا بقول لك انا بعمل يعني مثلا بشجع نفسي وبحاول اقاوم علشان خاطر اعيش انت فاهم ازاي. طيب ف survival معناها للبقاء على قيد الحياه خصوصا لو انت في مكان زي مثلا صحراء حاجه زي كده فلازم تبقى تحاول بكل طاقتك يعني. You can apply for a dash to cover the costs of this rewarding trip. You can apply for a scholarship. Scholarship يعني يا جماعة منحة تمام ممكن تتقدم لمنحة عشان بس ايه بقى حاول بقى ان انت ايه تحاول يعني الدولة تدفع لك جزء وانت هتدفع جزء تمام بس هي بصراحة rewarding trip يعني رحلة تستاهل يعني او مجزية. She funds her work with handicapped children اللي هم الأطفال المعوقين الأطفال المعوقين وبرضه لو قلنا handicapped المرادف بتاعها اسمه ايه؟ السنينم يعني ايوه سامع حد بيقول لي disabled برافو برافو شطار لا في ناس شاطرة فعلا يعني disabled أو handicapped children الأطفال المعوقين very rewarding very rewarding يعني ايه؟ مجزي أو يستاهل التعب. The new credit cards will be of great طالما great صفة عايز كده عايزين اسم والله. طيب الكريدت كاردز دي حاجة حلوة يبقى of great benefit لها فائدة كبيرة benefit. Yesterday we had a rare dash opportunity to see ماشي to see inside this historic building. والله امبارح كان في فرصة نادرة rare يعني rare opportunity يعني فرصة نادرا ان احنا ندخل المتحف يعني ما كانوش عايزين يدخلوا حد يعني المبنى التاريخي يعني. A good officer always dash his soldiers into battle. اكيد a good officer always leads his soldiers اكيد طبعا leads his soldiers يعني ايه يقود يعني يقود طبعا الجنود في المعركة تمام كده اكيد الضابط اللي هو الهمام او الشجاع بيقود كل الجنود في المعركة يعني هو بيكون في الصف الأول. Stress has an effect on both your physical and dash health. تمام الاسترس اللي هو الضغط بعد عنكم الضغط مش لازم ضغط يعني مرض الضغط ان الواحد يحمل نفسه أعباء أكتر من طاقته سيبها على ربنا وإن شاء الله تتدبر يا سيدي فبيعمل بقى نتائج عكسية للفيزيكال للبدني والعقلي الصحة البدنية والصحة العقلية. طيب نشوف نمبر 30. I soon came to the dash. ماشي نشوفها. That she was lying. أنا جيت لي استنتاج فاكرين لما شرحتها came to the conclusion وصلت الاستنتاج وقعدنا نتريق وقلنا ما ينفعش تبقى arrive at. طيب dash is important to help protect our environment. أكيد طبعا إعادة التدوير مهمة لمساعدة البيئة لكن الكهرباء هتساعد البيئة في ايه؟ يعني اللي هيختار الالكتريسيتي طب ومال الكهرباء؟ ايه وجه المساعدة للبيئة يعني؟ تمام؟ لكن إعادة التدوير هتخدم البيئة وتنظف الشوارع. The new dash technology would allow rapid expansion تقدم أو توسع أكتر سريع في number of TV channels وخصوصا في قنوات التلفزيون ومحتاجينها بصراحة في رمضان عشان بنتابع المسلسلات. الجملة دي ممتازة بصراحة. يبقى the new digital technology التكنولوجيا الرقمية. What time does the sun السن طبعا بقول the sun rise the sun rise يعني ما فيش حد بيزق الشمس عشان تطلع فهي بتطلع من نفسها بتفكرني بكلمة prices rise الأسعار ترتفع ملهاش مفعول به. Egypt hopes to make dash in all fields of life. يبقى to make progress make progress يعني يقوم بتقدم أو يحرز تقدم. We are not doing enough to dash the environment from pollution. يبقى to protect. We are not doing enough to protect. عشان نحمي البيئة مش بنبذل قصارى جهدنا يعني.
عشان نحمي البيئة. Getting a good job doesn't interest him. والله يكون ان يحصل على وظيفة جديدة مش موضوع بالنسبة له شايف. فبقول he's interested in getting a good job. مش مهتم يعني بالحصول على وظيفة جديدة. Local people used to complain dash tourism in their town. ايه حرف الجر اللي بيجي بعد كلمة complain؟ ايوه complain about. Complain about. Divers pay a small amount of money to dash local conservation projects. مشروعات اللي هي الصيانة او يعني يعملوا كده حفظ للحاجات يعني في حاجات يعني ايه مثلا نقول مثلا نبدأ جملة من اولها divers بيدفع فلوس قليلة تمام عشان خاطر مشروعات اللي هي الحفاظ على البيئة مثلا وكذلك عمليات الصيانة برضو تمام فطبعا عشان ندعمهم او نديهم to support the elephants that you can help in Thailand تمام have to work in the tourist industry اللي هي صناعة السياحة او قطاع السياحة. Another slightly more dash task is cleaning beaches. Another slightly more challenging task. Challenging احنا قلنا من شوية معناها difficult. بقول مهمة صعبة والله ان احنا ننظف الشواطئ. There are enough dash for local people. يبقى there are enough facilities. Facilities يعني تسهيلات او مرافق بمعنى مرافق يعني مثلا تلاقي عربيات تلاقي مواقف اتوبيسات حاجات زي كده. In my opinion في رأيي working dash a farm is far more interesting than counting plants. والله ان انا اشتغل working on a farm اشتغل في مزرعة واطورها وانميها احسن ما افضل اعد في النباتات. The university gave Ahmed some money to help him study. They gave him a dash. اكيد طبعا ادوله منحة scholarship. This forest is very good for its dash of animals and plants living in. اكيد طبعا الفورست او الغابة دي حلوة في ان هي فيها تنوع في النباتات والحيوانات. يبقى variety يعني تنوع. Scientists are going along difficult dash to study wildlife in Arctic. اكيد الناس اللي هتروح القارة القطبية الشمالية تمام محتاجة ان هي تعمل رحلة او بعثة علمية استكشافية فدي اسمها expedition يا جماعة. Expedition. Come to New Zealand and help us to dash the country's unique biodiversity. طبعا تنوع فريد من نوعه تمام فتعالى وساعدنا في حفظ هذا التنوع. Preserve مع عايزين طبعا فعل طبعا help us وراها فعل في المصدر تمام فعل في المصدر يبقى preserve. The day center is operated by a dash organization. تمام مركز اليوم او اليوم اللي في حاجه اسمها زي اليوم الواحد مثلا او اليوم مركز ده بيقول ايه ان هو يتم تشغيله is operated يعني تمام by a voluntary organization مؤسسه تطوعيه او مؤسسه خيريه يعني. Dash from various organizations are working to save the lives of earthquake victims. طبعا بيقول لك volunteers اللي هم الجماعة المتطوعين يعني تمام يقول لك from various organizations are working بيعملوا على ايه ان يحاولوا يعني ينقذ الناس اللي حصل لها زلازل وضحايا زلزال كلمة victims يعني ضحايا earthquake اللي هي زلزال. Many of the immigrants اللي هم المهاجرين يعني وفي illegal immigrants اللي هم المهاجرين الغير شرعيين لكن في مهاجرين شرعيين immigrants have intermarried with the island's original inhabitants. والله المهاجرين اتجوزوا من السكان المحليين original inhabitants السكان اللي في الجزيرة نفسها. For the poorest people life was merely يعني مجرد a matter of ايه survival مسألة حياة يعني او مسألة ان انا اناضل من اجل الحياة عشان اعيش بس مش اكتر تمام
بالنسبه للناس الفقيره ما عندهمش طموح ان انا مثلا اذاكر عشان احصل على شهاده كذا، ولا اعمل كذا، ولا اجيب عربيه او اجيب موبايل انا مش عارف ايه. لا هم بس يا دوبك عايزين يعيشوا، بس يا دوبك يكفيهم فطار وغدا وعشاء، وساعات وفي وجبه منهم بتبقى مش موجوده كمان، حاجات خفيفه خالص. This is a proposal to protect several miles and thousand year old coral. كلمة coral reef يعني اللي هي الشعب المرجانية. فبقول والله احنا عاوزين نشوف حاجة proposal، اقتراح، عشان نحمي الآلاف أو الأميال المختلفة يعني، أو different several miles التي تعد إيه عمرها مثلا حوالي مثلا 1000 سنة. الكورال ريفز دي اللي هي الشعب المرجانية، فلازم نحافظ عليها ممتدة الأميال كمان. طيب the doctor will call next week to check your dash. والله عشان خاطر الدكتور هيبقى يكلمك الأسبوع الجاي، تمام، to check your progress. check your progress يعني شوف هل العلاج اللي انت خدته نفع ولا ما ينفعش، تمام. check your progress. The new airport is a dash between two of the best architects in the country. أكيد ده المطار الجديد هو الكولابوريشن أو التعاون أو كوبوريشن، يعني كولابوريشن وكوبوريشن واحد. طالما في A يبقى عايز اسم، فهي الوحيدة اللي اسم، فيبقى خلاص حتى لو مش عارف معناها. Many species are now dash with extinction. تمام، اللي هو الانقراض يعني، العديد من الفصائل مهددة. are threatened. تمام. dash conclusion احنا حليناها فوق ايه، in conclusion في النهاية، او يمكن ما حليناهاش لكن هي اسمها في الختام او في النهاية، كانت بتتكتب في نهاية الإساي. طيب each debate كل مناظرة will focus on او concentrate on تركز على dash political issue قضية سياسية محددة، يبقى specific يعني محدد. طيب blue whales اللي هو الحيتان الزرقاء دي، او هي مش لونها ازرق بس هي اضخم من نوع من الحيتان يعني. the largest creatures ever have lived. creatures يعني مخلوقات، اكبر مخلوقات في العالم. international dash are keeping watch on the election progress. يبقى international monitors اللي هم المراقبين يعني الدوليين، اللي هم بدورهم كده ان هم يشوفوا ايه الدنيا، بيشوفوا الانتخابات ماشيه صح ولا غلط. election يعني انتخابات، process عمليه الانتخابات يعني، عمليه الانتخابات. many people suffer from some forms of dash illness during their lives. العديد من الناس بيقول لك يعاني من الاشكال من المرض العقلي mental illness. تمام. the fire in her speech dash everyone. الحريق اللي في السبيتش او حريق هنا مش معناها حريق، هنا معناها ان هي بتتكلم بكلام لاذع يعني، تمام، او كلام مش لاذع يعني، نقول كلام كده فيه نوع من السخونه منفعله شويه يعني، فمعناها inspired او encouraged everyone. قوم ذاكر مش عارف ايه، شد حيلك يلا قوم، فاهم، فالحماس ده في فاير في الموضوع. طيب ما تقومش الا لما اخلص الفيديو، استنى شويه. some diseases are transmitted from one dash to the next. والله بيقول لك في بعض الامراض some diseases transmitted تنتقل من جيل لجيل يعني، يبقى كلمه جيل generation، وهي نفسها كلمه 5G. انت مش تسمع كلمه 5G و4G، ما هي كلمه جي دي اختصار generation، الجيل الرابع، fourth generation، fifth generation، الجيل الخامس، فهي كلمة جي اختصار generation بس بتتعمل جي كابيتال يعني. The museum has a fine collection of dash statues. The museum المتحف يعني لها في مجموعة من التماثيل القيمة valuable هنا معناها قيم يا جماعة، يعني ذو قيمة عالية. You have a legal obligation to dash your child receives the proper education. You have a legal obligation لك إلزام قانوني أو أنت ملزم قانونيا to ensure your child
انك تأكد على طفلك ان هو ايه يأخذ التعليم الملائم او المحدد. He would never do anything to dash the lives of his children. He would never do anything, مش هيعمل اي حاجة to endanger. اكيد تورها مصدر يعني مش عايزة مفهومية. طب ايه الفرق بين danger و endanger يا مستر؟ danger دي اسم معناها الخطر، لكن endanger دي verb معناها يهدد. طيب if the service was so bad why didn't you dash the manager؟ والله لو الخدمة مش عاجباك ما تشتكيش ليه للمانجر. يبقى complain to. complain to يا جماعة عشان وراها اسم، لكن complain about وراها مشكلة او حاجة يعني المشكلة ذات نفسها، لكن دي complain to وراها شخص. the government has set a new dash on public spending. يبقى أكيد the government has set a new generations. أجيال جديدة من public spending اللي هو بس هي يا جماعة مش generations على فكرة، هي new limits يعني حدود جديدة للإنفاق العام. يعني الإنفاق العام حددت كل وزارة مثلا لها والله كم مليون أو كم مليار، فحددت بقى limits. new limits يعني حدود. وهنا قبل new مفيش حرف الA والآن، مفيش هنا حرف الA والآن، لذلك أنا اخترت إيه؟ اخترت limits جمع. طيب تعال نشوف الدراما الأوبن بوك اكسرسايز. ماشي. the book is brilliant. والله الكتاب ده رائع. it is dash than the last book he wrote. فاكرين كلمة better than أفضل من، بس هنا بقول far better than. far لأنها يعني أكتر بكتير من الكتاب الأول. when Tariq was younger he dash that he lived in a house by the sea. والله لما طارق كان أصغر was younger صغير في السن شوية، إذا he used to wish that يتمنى إن هو يعيش في بيت جنب البحر. تمام. طيب هي did your grandfather dash in a bank when he was younger؟ يبقى did، طالما هنا في did يا جماعة ماشي، يبقى هنا محتاجين use بس مش used to، use بس. طيب Dina's sister is a dash the same height as her. يبقى عاوز اقول exactly the same height as، exactly بالظبط بالظبط، طولها 150 والتانية طولها 150 بالظبط. she was dash of sleeping in class. يبقى she was in the habit of هي معتادة على ذلك، يعني بدل ما اقول she used to بقول she was in the habit of. اسم التعبير كده in the habit of، احفظوه او اكتبوه في ورقة، اكتب ان used to بتساوي in the habit of، بس موضوع بسيط يعني. water is used لا هنا بقى اصحالي الله يبارك لك، الماء يستخدم مش معناها used to، ما هو سايبك تختار used to تمام وانت مفكر ان used to معناها معتاد على معتاد على معتاد على، لغايه لما اجيب لك جمله معناها يستخدم ليه. الماء يستخدم لايه بقى؟ لي generate electricity، لخلق او لتوليد الكهرباء يعني. تمام. فكلمه يستخدم ليه ليها كلمتين، ليها ايه كلمتين، ليها كلمه اسمها to وليها كلمه اسمها for، والاثنين صح. بس ايه الفرق بينهم؟ ان كلمة تو وراها انفينيتيف، لكن كلمة فور وراها جيرند. جيرند يعني فعل في عين شيء. طيب he used to sleep late. this means هو والله متعود ينام متأخر. ده معناه ايه بقى؟ he doesn't sleep late anymore، لان كلمة used to معناها كان بينام متأخر ودلوقتي بطل، فبقول he doesn't sleep anymore او he no longer sleeps late. اتعود طول حياتك ان كلمة no longer وراها مضارع بسيط، اتعود طول حياتك ان كلمة no longer وراها مضارع بسيط، يعني كلمة sleeps او sleep بس، يعني فيها s للمفرد يا اما مفيهاش s لو جمع. تمام. he dash camping for holidays but now he stays in the best hotels.
والله هو زمان كان متعود والله يعمل ايه، يروح معسكر كامبينج بالاجازات بتاعته، في يوست تو جو كامبينج. دلوقتي ما عندوش وقت بقى، فبقى يستنى في الفندق بقى، في احسن فندق يعني. The two boys are the same. محتاج اسم بعد كلمة the same يا معلم، يبقى the same height. The same height. When I was young I dash swimming but now I really love it. When I was young لما كنت صغير I didn't used to enjoy، والله ما كنتش بستمتع بالسباحة والله، لكن دلوقتي بحيت أحبها جدا. ماشي. The noise doesn't bother me. بدر هنا معناها annoy، يضايق. تمام. عاوز اقول لك انا بدات اتعود عليها، خلي بالك في فرق بين كنت متعود عليها used to، وفي فرق بين بدات اتعود عليها I am used to. I am used to اللي فيها am دي او am او is او are يعني معناها بدات اتعود على الحاجه دي. اقول لك مثال I used to sleep early. زمان وانا صغير كنت زي متعود ايه ان انام بدري الساعه 9 بالكتير، دلوقتي بقى مع ضغط الشغل بقيت والله I am used to بدأت أتعود على بقى إيه؟ إن أنا sleep late، بدأت أتعود إن أنا أنام متأخر بقى. فبقول لك I am used to بدأت أتعود على النوم متأخر. فنفس الحكاية ما بقاش يهم الدوشة، بدأ يتعود على كده. This building dash be a cinema now it is a restaurant. والله زمان كان المبنى ده عاملينه سينما، زمان أدم زمان يبقى used to، تمام؟ لكن دلوقتي الوضع اختلف. فطالما كان زمان حاجة ودلوقتي حاجة اختار used to، تمام؟ يعني حاجة كانت زمان سينما ودلوقتي ملهاش وجود، اللي ملهاش وجود هي used to. ماشي. In these days في هذه الأيام she dash often take on too much work. In those days she would often take on too much work. من المفترض يعني إن those days أيامها يعني في الماضي، تمام؟ هتقولي طب ما انا عاوز اختار يا مستر was used to، هقول لك لو was used to هتيجي وراها taking، تمام؟ لكن هنا would وراها مصدر الفعل، وكان نفس الحكايه. طب ما was used to هي نفسها get used to يا جماعه، اللي بيفكر في get used to ليه يا بابا بتفكر فيها؟ ما هي get used to هي نفسها was used to وراها ing، انت واخد بالك؟ وكذلك was. طيب the company dash a factory used to have a factory in Aswan لكن دلوقتي it was closed in 2014، اتقفلت في 2014، يبقى ملهاش وجود، يبقى used to. لما تحكي عن ذكرياتك استخدم used to، لما تحكي عن حاجة فاتت وانت متندم عليها او فرحان بيها برضو استخدم used to برضو. When he worked with us he dash always be the first into the office. يبقى لما هو when he worked with us اشتغل معنا he would always be the first into the office. تمام. لما هو كان بيشتغل يعني when he worked ماضي بسيط حاجة تانية، تمام؟ يبقى he would always be the first one in the office، كان أول واحد بيجي المكتب. ماشي. طيب هتقول لي should have غلط ليه؟ عشان should have عايزة هنا تصريف تالت past participle، خلي بالك. Ali dash used to like football. He thought it was too violent for him. يبقى Ali ماله؟ ها؟ never used to. واحد يقول لي مستر ده انا كنت والله لسه بحط القلم على كلمة didn't عشان اختارها. اقول له قبل ما تحط القلم تبص على الكلمة اللي بعد النقط، فيها دي؟ فيها دي. يبقى سيادتك ما ينفعش. ليه ما ينفعش يا مستر؟ عشان خاطر دي يا حبيبي معناها ان ال didn't متعارضة معاها، متعارضة معاها. فكلمة didn't use اشطب الدي هتلاقيها صح. The company dash a profit last week. Profit يعني فايدة زي فوائد البنك كده، تمام؟ يبقى used to make a profit، اتعودت ان هي تدي الناس الفوائد. طيب وخصوصا ايه last year، حاجة كانت زمان والظهر الشركة ما عندهاش فلوس دلوقتي. I used to be fat. زمان والله كان جسمي زي الفل ورياضي وتمام، لكن دلوقتي I am not. I am not. طيب ليه ما اخترناش مثلا I don't؟ علشان هنا يا حبيبي بعد كلمة used to هتلاقي كلمة be، شايفة؟
طيب اختار لي حاجة من نفس الفصيلة زي ما بيقولوا، يعني من نفس الفصيلة، يعني اختار لي am, is, are, was, where. تمام ازاي؟ بس بما ان انا بتكلم عن دلوقتي فاختار لي واحدة من ثلاثة، am او is او are. يعني انت يا مستر تقصد لما هنا يكون كلمة be اختار هنا am و is و are على حسب الفاعل. ايوة اقصد كده. طب يا مستر لو كان هنا مثلا كلمة build مثلا، used to build مثلا، استخدم ايه هنا؟ لا هنا في الحالة دي هتعمل ايه؟ نفي باستخدام don't او doesn't. لو كانت هنا مثلا كلمة build تمام؟ هنحتاج don't او doesn't. don't او doesn't. طيب he dashed the noise of the city so he returned to his village. He didn't get used to. والله هي الوحيدة اللي نفي ونفع في الموضوع، ان وراها اسم، وراها اسم، علشان كده بقول ايه he didn't get used to. طيب واحد يقول لي مستر طب ما هي got used to وراها اسم برضو، او وراها verb في ing يعني. اقول لك بس بقول لك لذلك هو رجع القرية، يبقى ما قدرش يستحمل الدوشة اللي هناك. there used to be a bridge here. this mean والله كان في كوبري هناك، لذلك هذا يعني بقى there isn't a bridge here now. بقول لك used to حاجة أيام زمان وأنت ندمان عليها أو فرحان بيها، والله بيقول لك في الحالتين هو مش موجود دلوقتي. The bridge isn't here now. As time passes الوقت بيعدي I am getting used to hard work. بولف على العمل الجاد يعني. تمام يبقى this means بقى I don't mind working hard now. أنا ما عنديش أي مانع إن أشتغل بجد واجتهاد الآن. طيب داش ليف هي when you were young. لما اخلي بالي من الفعل في القواعد هرتاح وريح غيري. تمام كلمه وير جامعه، ما تجيش تبص لي كلمه دو مثلا. ماشي طيب فكر في الثلاثه اللي وراها. تمام فانا بقول والله هي وين كانها يعني عامله زي في حاله ثانيه، فبقول له ايه هقول هاد يو جيت هاد يو ليف. ايه يا مستر في ايه؟ هاد يو هي صح ماضي وزي الفل ما فيهاش اي مشاكل، المشكله في كلمه ليف مصدر، ازاي هاد وليف في المصدر؟ طب ود يو هاف لسه بنحك ان هاف ازاي وراها مصدر ما يجيش، يبقى في الحاله دي ما قدامناش غير كلمه ود يو، كانها يعني حاله ثانيه كانها يعني. طيب ار افريكان اليفانتس ذا داش از انديان اليفانتس. اكيد طبعا طالما في از موجوده يعني انت مش محتاج تفكر، ذا سيم از نفس الحاجه. طيب مايكروسكوبس داش سي تايني اوبجكتس. تستخدم الميكروسكوب، الميكروسكوبس تستخدم، مش متعوده هو الميكروسكوب انسان عشان يتعود على حاجه، يبقى ار يوزد تو او ار يوزد فور سينج. ايتش تايم اي جيف هيم ا بروبلم هي داش سولف ات for me. والله كل مره جيف لو لاحظنا الماضي هنريح نفسنا ونريح غيرنا يا جماعه، يبقى جيف معناها يعطي او يقدم مشكله، يحصل له مشكله يعني يديها له هو يديله الحل بقى. would give me would solve it. she wouldn't ماضي اهي say what was ماضي wrong I asked her. this means يعني هي she wouldn't say هي ما بتقولش what was wrong when I asked her، يعني ما بتقوليش ايه المشكلة لما بسألها. تمام it was typical for her. it was typical for her. هي نظامها كده والله يعني مش كل مرة بسألها ايه المشكلة ما بتقوليش حاجة ما بتردش عليها، فعادتها كده it was typical for her. it was typical of her. تمام she used to have a car but now she dash. والله هي تعودت ان هي تملك عربيه لكن دلوقتي ما عندهاش. فاكر كلمه بلد اهي كلمه هاف. طب هاف دي يا مستر تقصد هاف بمعنى يملك ولا هاف اللي هي الفعل المساعد وراه تصريف ثالث؟ لا هاف اللي هي يملك يعني فعل اساسي عامله زي بلد بالظبط. طيب يا مستر يبقى اختار دونت ولا دازنت؟ والله بص كده هتلاقي كلمه شي، شوف بقى تختار ايه. دازنت. يور باج ازنت اكزاكتلي ذا سيم از ماين. والله شنطتك مش زي بتاعتي. They are just similar to each other. هم يا دوبك متشابهين. طب واحد يقول لي مستر ما فيش ليه same. The same دي عايزة the same as. طب يا مستر
ما ينفعش ليه look like؟ look like عشان هنا كلمة are عايزة صفة مش عايزة فعل. لا ركز، عايزة صفة مش فعل. ما تتسرعش في الإجابة، مفيش مانع ان انت تحل على مهلك على فكرة، مفيش اي مشكلة. طيب I am surprised you haven't heard of her, she is dash famous. انا مش مندهش ان انا ما سمعتش عنها، لانها هي مش مشهورة بس الى حد ما يعني، she is quite famous يعني الى حد ما مشهورة يعني. طيب the two cars are dash different, no one is going to note the difference. قبل ما نروح للجملة دي، في ناس هتسأل يعني ايه rather، ما اخترتش ليه rather مثلا زي اللي كان مختار هنا، عشان rather بتدي معنى سلبي مش معنى ايجابي يعني. لما اقول لك rather famous يعني منين rather ومنين famous، من باب اولى تقول لي rather expensive او rather bad او rather worth، يعني حاجة كده وحشة مش حاجة حلوة، تمام ازاي؟ طيب العربيتين دول نقط ديفرنت، مختلفين شوية. فاكر اللي هي بتاعت حاجة ب 11 جنيه وحاجة ب 12 جنيه؟ هي دي slightly different، يعني اختلاف بسيط خالص يعني. No one is going to notice، ولا واحد هيقدر يلاحظ الاختلاف ده أصلا. My brother dash eating vegetables every day when he was young. يبقى my brother was used to eating. واحد يقول لي مستر طب ما تقولش ليه get used to، اقول لك يا اخي حرام عليك، brother واحد مفرد هتختار معاه فعل جمع، يعني باب اولى تبقى gets. شفت التريكات الفظيعه دي؟ خلي بالك الحاجات سهله جدا بس احنا بنقول صعبه، والله هي مش صعبه يا جماعه. يعني ايه اكتر من ان هو كاتب لك brother مفرد وجيت ما فيهاش اس؟ طب يعمل لك ايه اكتر من كده يعني؟ تمام. بس هتقول لي طب ما از يوزد تو مالها، ايه هي از؟ الحمد لله فيها اس بتاعت المفرد. اقول لك بس انت ما قريتش ان الباقي ماضي. ركز يا دكتور، ركز يا دكتوره. She didn't used to be rash، تمام، مش متعوده ان هي تكون متسرعه يعني. Now she is. She is. I used to play in the street when I was young، لما كنت صغير. But now ايه اللي بعد used to play؟ ده فعل اساسي. طيب ماشي بقى now I don't، don't اللي هي فعل اساسي، يبقى don't او doesn't طبعا عشان اي جمع تاخد don't. ماشي. In the past Latin dash studied to join top faculties in Europe. يبقى in the past Latin used to be studied، اتعودت ان اتعود انهم used to be studied، يعني اتعود ان هم ايه بقى يتم دراستها بقى، يعني تدرس يعني. عارف كلمة تدرس مبني المجهول؟ هي دي used to be studied. He's used to playing tennis every week but years ago he dash. he used to playing، اتعود زمان، اسف اتعود دلوقتي، بدأ يتعود يعني، دلوقتي بدأ يتعود على انه يلعب تنس. والله زمان years ago he didn't، ما كلمة but دي معناها لكن، ولكن دي الحاجة اللي قبلها بتاخد عكس ايه اللي بعدها. فوالله دلوقتي بدأ يتعود، يبقى زمان ما كانش متعود، يبقى didn't. Another dash more challenging task is cleaning beaches and helping to recycling centers. والله بيقول لك another dash more challenging، another slightly more. فاكر كلمة slightly more اللي خدناها في الشرح في البداية؟ طيب اختلاف او مهم اصعب شويه يعني، challenging يعني difficult. That football team always loses so they dash the disappointment. الفوتبول تيم ده بيقول لك دايما بيخسر، لذلك they are used to disappointment، متعودين على الاحباط. disappointment يعني الاحباط، تمام. وبعدين are used to وراها اسم او وراها فعل في ing gerund يعني. May has started working nights and is still dash and is still getting used to. Getting used to. ما زالت متعودة على ذلك. Sleeping during the day. We dash like each other but now we are good friends. والله زمان ما كناش حبايب يعني، دلوقتي احنا بقينا اصحاب حلو، اصحاب كويسين خالص يعني. we didn't used to. These unique
creatures love to play with our volunteers as much as they love having a bath in the river with them. تمام. هذه المخلوقات اللذيذة يعني أو هذه المخلوقات بتحب إن هي تلعب مع المتطوعين. تمام. Almost as تقريبا as much as ما هي almost يعني تقريبا زي ما بتحب إن هي تاخد حمام في النهر. طيب the native inhabitants اللي هم السكان المحليين يعني of the Amazon face the Amazon سكان بتاعت الأمازون يعني face exactly the same threat بيواجهوا برضو تهديدات. تمام. as the rainforests زي ما بتواجهها بالضبط الغابات الكثيفة. يبقى the same as the same ice as you used to teach at Cairo University انت اتعودت ان انت تدرس في جامعة القاهرة. didn't you أليس كذلك. she dash getting up early every Friday يبقى she is used to getting up early she is used to getting up early اتعودت ان هي getting up early يعني تستيقظ مبكرا يعني. طيب واحد يقول لي مستر get used to غلط في ايه؟ اقول لك لسه قايلها فوق في كلمة brother she مفرد get ما فيهاش اس ما فيهاش اس يبقى صح صح وانت بتختار ما تتسرعش. she didn't used to like tennis now she loves it والله زمان ما كانش بتحب التنس دلوقتي ايه بتحب التنس. ماشي loves تمام عشان didn't used to like. ماشي I used to play with my toys when I was young زمان وانا صغير. I no longer فاكر لما قلت لك no longer وراها ايه مضارع بسيط يا دو يا داز. طيب I تاخد مين فيهم دول ولا داز؟ تاخد داز تاخد دو طبعا. طيب I dash like English but now I do. I never used to like English انا والله عمري ما كنت بحب انجليزي دلوقتي بدأت احبه. طيب يا رب تحبه دايما. I used to read scientific stories but I dash them now. زمان والله كنت متعود اقرا قصص scientific stories اللي هي القصص اللي هي العلمية دلوقتي بقى I never read them now ما عنديش وقت اقراهم عمري ما قريتهم. Ali dash gets up early so don't phone him before 11 a.m. والله علي no longer gets up early بطل يصحى بدري لذلك ما تتصلش بيه قبل 11. ده سو اللي هو المنشار مش ده سو يعني وفي فيلم اسمه ده سو على فكرة. داش تو كات وود تمام يبقى is used to يستخدم لي او is used for cutting. my uncle used to be a taxi driver but now he dash used to be تمام لكن دلوقتي not is not is not. ماشي. when I first dash my she used to wear glasses يبقى when I first met my اول ما قابلت my she used to wear glasses كانت زمان متعودة ان هي تلبس نظارة دلوقتي مفيش. I dash meeting new people meeting if I ng ماشي يبقى I am used to بدأت اتعود على مقابلة الناس ما بقتش خجول كده وكسوف يعني. there was a dash change in the weather يبقى there was a sudden change. sudden change يعني تغير ملائم يعني او تغير مفاجئ يعني sudden change. this nurse has been working all night والله الممرضة دي شغالة طول الليل لذلك she feels dash exhausted. exhausted دي طبعا من الصفات القوية اللي هي extreme adjectives فنختار completely completely الكلمة القوية تختار معها كلمة طويلة كده عشان تحسس ان هي قوية يعني. تمام لكن very مع الصفات العادية. the boy looked dash at the cartoons and the comic يبقى the boy looked looked يبقى happily at the cartoons looked happily بمعنى ينظر بفرح. my teacher was dash kind to me when I was ill يبقى my teacher was very kind to me very kind يعني عطوف جدا علي. I am only dash cold I am only slightly cold you don't have to turn off the fan
والله انا بردان شويه، كان كلمه شويه دي هي سلايدلي يعني. فبقول له يو دونت هاف تو تيرن اوف ذا فان، ما تطفيش المروحه، انا مش بردان قوي يعني. Late last night I heard a dash noise outside. والله سمعت حاجة سببت لي الخوف، أنا اللي حسيت frightened، لكن الدوشة ذات نفسها أو الضوضاء اللي حصلت بره دي frightening، مخيفة بذات نفسها. She studies as dash as her friend does. والله studies دي فعل أساسي، فمحتاج ظرف عشان يوصف الفعل الأساسي، يبقى as carefully as. My father treats us in a dash way. يبقى my father treats us in a friendly way. خلي بالك friendly دي صفة. طيب الصفة دي عاوزين نخليها ظرف، نعمل ايه فيها؟ نحطها في الـ في الـ في الحتة دي، نقول in a dash way، in a friendly way، in fatherly way. تفهم ازاي؟ كده انت عملتها ظرف، يعني الـ friendly لما اتحطت جوه الثلاث اربع كلمات، الثلاث كلمات دول، فبقت ظرف. ماشي. ندى الساتش داش دان سلمى، يبقى ندى از ماتش مور بيوتيفول، ماتش مور بيوتيفول دان سلمى. هنا طبعا مور والصفه وذان مفيهاش حاجه. ريز يور فويس، ارفع صوتك، عشان ريز الايه من جوه فيها مفعول به، عايز مفعول به، فاقول لك ريز يور فويس. بليز اي كان داش hear you. حاجة اسمها hardly، hardly معناها rarely يا جماعة، معناها نادرا يعني، أو بالعافية سامعك. تمام. This is a dash question. يبقى this is a hard question. خلي بالك hard تنفع صفة وتنفع ظرف، يعني هنا hard question دي صفة، لكن لما أقول لك study hard دي ظرف تاني، hard قبل الاسم بتبقى صفة، يبقى هنا hard question معناها ايه؟ سؤال صعب. لكن لما اقول لك study hard، ذاكر بجد، يبقى كده حال او ظرف، ما كلمة حال هي نفسها ظرف يعني. Your car is more expensive than mine. This means ايه بقى؟ ما دام بقول لك عربيتك اغلى من عربيتي، يبقى ده معناه ان my car isn't as expensive as yours او as your car، يعني عربيتي مش غالية زي عربيتك. طيب the children couldn't do swimming. Swimming. الطفلين مش قادرين يعوموا يعني. Because the sea was too rough. البحر هائج جدا. يعني إذا اللي هم إيه بقى؟ The sea was too rough for the children to go swimming. الموج عالي جدا لدرجة إن مش هيقدروا إيه؟ يعوموا. The carpets were so expensive that we didn't buy them. أغلى من طاقتنا أو أكتر من طاقتنا. لذلك the carpets were too expensive for us to buy them. ما نقدرش على ثمنهم صراحة. The older he grew, the more forgetful he became. كل ما بيكبر كل ما يكون متسامح أكتر. يبقى as he grew older, he became more and more forgetful. أو نساي، آسف. تمام؟ طيب نبدأ نكمل كده يا جماعة. يبقى هو كل ما بيكبر في السن بينسى. Although they have little money, they are happy. والله هم معهم فلوس قليلين وراضيين. يبقى they are happy in spite of. خلي بالك in spite of بيجوارها ing. In spite of معناها بالرغم من، بتساوي although. بس although بيجوارها جملة كاملة يعني they have. لكن in spite of أو despite في كلمة اسمها despite. D-E-S-P-I-T-E. D-E-S-P-I-T-E. دي معناها بالرغم من برضه، بيجي وراها ان جي برضه. Daisy doesn't play basketball as well as she used to. ما بقتش تلعب باسكتبول زي ما زي ما كانت يعني. يبقى اذا this means Daisy used to play basketball better than now. يعني ايام زمان كان بتلعب كويس، دلوقتي باظت او ما بقتش محترفه زي زمان. Most of Anne's friends work less harder than her. يبقى اذا هنا بيقول لك معظم زمايلها بيشتغلوا اكتر منيها. يبقى Anne works harder than most of her friends. Susan is more attractive than her sister. اجمل من اختها. يعني اذا Susan's sister isn't as attractive as her. This is the first time I have lived in a city with high crime rate.
والله أول مرة أعيش في مدينة فيها معدل جريمة عالي. معناها إن I am not used to living in this city with high crime rate. ما عشتش في مدينة قبل كده يعني أيام زمان، ما عشتش في مدينة فيها معدل جريمة عالي. The brother used to walk to school with his friends. This means my brother no longer walks to school with his friends. لأن used to معناها حاجة كانت زمان ودلوقتي بطلت. It is not a habit to sleep in the afternoon. والله مش متعود ان انام في الظهر يعني او في العصر. يبقى اذا I am not used to sleeping in the afternoon. دي هي دي. It is not a habit of هي نفسها I am not used to. وخلي بالك ان دي از مضارع، وبقول I am not مضارع. The thief drove very quickly. The police couldn't catch him. يبقى اذا the thief المفروض ان هي ايه؟ هتبقى B and C. The thief drove too quickly for the police to catch. بالنسبة للبوليس انه اسرع من البوليس. The thief so quickly that the police couldn't، خلي بالك couldn't catch him، ما قدرش يحصله. تعال نشوف اللي بعدها. Open book exercise. Do you think that our intelligence، ذكائنا، يؤثر على، عايزين كلمة اسمها يؤثر على، اتنين في واحد يعني من غير حرف جر، اسمها يؤثر على في بعض، هي دي effects بالاي. انما effect دي اسم اساسا معناها تأثير او التأثير، تمام؟ فمحتاجة اون وراها اساسا فمش هتنفع. طيب do you think that our intelligence has an dash on our character؟ يبقى has an effect، ما لسه بقول لك وراها on يبقى effect. their space mission، المهمة الفضائية او التاسك، كلمة mission بتساوي تاسك، was a success. فاكرين لما قلت لكم في الشرح اهي a success. their space mission was successful. تمام. tests have dash that the system works. يبقى tests have proved، اثبتت ان ال the system، ان النظام ده شغال كويس. works it works يعني. I prefer watching plays، بفضل مشاهدة المسرحيات اكتر من to watching films. لأن prefer ما بتاخدش than، حقاش إن تكون في كلمة would تقول لها اخرسي، لكن هنا مفيش، ف prefer بقى إيه فرد عضلاتها علينا يعني، وبتاخد to طبعا. The story is about a man who dash an operation to make him very clever. والله عامل زي فيلم الليمبي 8 جيجا، عمل عملية بحيث يبقى أذكى بكتير، وهنا بقى أشطر بكتير. ف هو هاز ان اوبريشن، هنا هاز يعني هو اللي اتعمل له العمليه، لكن كلمه داز معناها ان لو بدات الجمله بكلمه دكتور، هنا في الحته دي دكتور، يبقى دكتور داز ان اوبريشن، الدكتور هو اللي بيعمل العمليه. A great deal of معناها a lot of او plenty of. لو تفتكروا قلت لكم plenty مش penalty، penalty اللي هي ضربه جزاء، لكن plenty of او a lot of او great deal of معناها كثير من. scientific research قلتها لكم في الشرح. Is the government going to dash the prices؟ والله هنا في فاعل وفي مفعول به، يبقى ال A من جوه، ال A من جوه raise. Are the prices going to rise؟ هترتفع من تلقاء نفسها، يبقى prices rise، ما قالش ان فلان هيرفع الاسعار. طيب are the prices going to P؟ يعني انت تقصد مبني المجهول، يعني في مفعول به بس مش قايلين عليه. ماشي ماشي ماشي، يبقى raised. How much is the salesman going to dash you for the suit؟ يبقى هيدفعك قد ايه؟ فاكر لما قلت لك charge you for. How much are you going to dash for the suit؟ انت اللي هتدفع قد ايه؟ pay for، قلت لكم في الشرح. How much does the suit cost؟ تكلف قد ايه؟ I'd rather، وراها مصدر، I'd rather stay. I'd rather he، يا ريته كان، يا ريته كان قعد، stayed. تمام. You don't have to buy a pen، I have two ones. يبقى another، ما انا قلت لكم another وراها عدد. طيب scientists have think that this is او there is يوجد a link علاقة او ربط between البلوشن، التلوث والسرطان.
He has an appointment with a dentist. مع ميعاد للدكتور. يبقى he is seeing a doctor next Monday. هيروح يشوف الدكتور. مش هيروح يتغزل في جماله يعني. لا هو هيروح عنده ميعاد. يعني seeing هنا معناها have an appointment. تمام. This book is very dash. I don't think I'll finish it. يبقى الكتاب والله ده ممل. It's boring. الكتاب ذات نفسه ممل. Boring. لكن أنا اللي حسيت bored. أنا اللي حسيت بالإيدي. تمام. A grown up is another word for adult. والله grown up يعني بالغ أو راحت كبير في كبير في السن مش كبير في المخ يعني. كبير في السن. تمام. طيب يبقى grown up. فوق ال 18 مثلا. He asked her to marry him but she turned him down. والله هو طلب منها الزواج بس هي رفضت يعني. Turned him down يعني رفضت. The dash of the lesson is to practice some of the new vocabulary. يبقى the aim. Aim اللي هو الهدف يعني أو the goal. G-O-A-L. ما هي goal برضو مش معناها يعني هدف في المباراة. ممكن تنفع هدف في الحياة برضو. Goal. Do you agree that male and dash roles are becoming blurred? Becoming blurred يعني أصبح غير واضح أو غير ظاهر. يبقى male and female roles. دور الرجال والنساء يعني. We need to take a lot of factors into the account of our in our dash. We need to take a lot of factors معناها على العوامل الكثيرة في اعتبارنا in our account ناخدها في اعتبارنا تمام in our decision making عندما نتخذ القرار. I worry about the dash that violent films may have on children. يبقى عايز بعد ذا اسم يا جماعة اسم يبقى ذا the effect اسف the effect. After her early teaching career, she went dash to become a doctor. يبقى she went on. استمرت في التعليم لغاية لما بقت دكتورة. Went on بتساوي go on. انت متعود عليها كلمة go on. لكن مش متعودين على كلمة went on. The dash reefs. أكيد coral reefs. اللي هي الشعاب المرجانية. تمام؟ قلناها المثال ده هناك في الشرح. If you want to learn any language well, you should deal with تتعامل مع مين عشان تتعلم اللغة الصحيحة. أيوة native speakers اللي هو المتحدثين الأصليين. Don't worry if your new job is hard at first, you will get أيوة get used to it عشان get used to بيجي وراها اسم أهو أو فعل في ING. My sister go to bed early. يبقى my sister but now she likes going. يبقى didn't used to لم تكن معتاد على صلاح ونقط وراها ing. يبقى لازم اختار is used to عشان وراها ing. طيب my father used to walk and to work when he was young. والله ايام زمان he used to walk كان متعود يمشي للشغل يعني. The environment is no longer clean as it dash to be. والله البيئة ما بقتش نظيفة زي زمان. No longer طبعا وراها فعل مضارع زي ما اتفقنا. ماشي؟ لكن لازم تلاحظ ان هنا بتكلم عن الماضي. It used to be. ما كانتش ايه زي زمان. Lisa used to wear glasses but now she doesn't. قلنا المثال ده في الشرح. I dash play computer games but now I play them. والله طالما now I play them دلوقتي بلعبهم يبقى زمان ما كنتش بلعبهم. يبقى I never used to. لو خد بالك I never used to. Jane can swim further than I can. This means طالما جين تقدر تعوم أبعد ما أنا أقدر يبقى I can't swim as far as Jane. ما أقدرش والله أعوم نفس المسافة اللي بتعومها جين. My kitchen is smaller than yours. والله المطبخ بتاعي أصغر من المطبخ بتاعك. يبقى إذن the kitchen is your kitchen is bigger than mine. يعني المطبخ بتاعك أكبر من المطبخ بتاعي. Tom cried a lot when he was a child. This means والله توم used to cry لما كان صغير كان بيصدعنا من كثر البكاء بتاعه. Used to cry when he was a child. القطعة. هي القطعة يا جماعة. أدي 21.
وادي 23 وادي pillars اللي هي الاعمده تمام و a number of topics تمام معناها عدد من الموضوعات و environmentally ظرف معناها بيئي تمام وهنا اخر حاجه papers معناها اوراق رسميه او جرايد او مستندات. طيب لغايه كده احنا هنكون خلصنا يونت 9 وده اللي هو الريفيجن اللي موجود بعده تمام في الحاجات من الورك بوك يعني. فاول كلمه اللي هي independent يعني مستقل ماشي بقول لك young children aren't very independent مش مستقلين يعني بيحبوا دايما يكونوا تابعين لحد ماما بابا يعني ما بيكونوش مستقلين. ما the bus is late could you dash me up قلناها في قبل كده pick me up قلنا ساعتها ما ينفعش pick up me لو تفتكروا في الاول يونت اللي هو يونت 7. People Scotland speak English but you might dash understand them some as English sounds different. You might struggle وجات المثال ده قبل كده هتبذل مجهود عشان خاطر تفسر كلامهم لكن هم بيتكلموا انجليزي يعني. Has been a big expansion in the number of people في توسع وزيادة يعني increase زيادة. The new hotel has lots of modern facilities. والله الفندق الجديد ليه مرافق كتيرة. قلنا المثال ده. Seoul is South Korea. برضو قلنا المثال ده. Rail networks اللي هي شبكات القطارات. هنا برضو كلمة preserve معناها يصون أو يحفظ. اللي هو في المثال ده موجود كان في بداية اليونت. Judy hopes to get a scholarship تحصل على منحة قلناها في الشرح. The train will have left at 6 هيكون القطر مشي والله لذلك من الأفضل إن احنا نروح المحطة دلوقتي تمام. ده إذن مضارع ده إذن مستقبل تام. When Tariq was younger he used to wish that he lived in a house كان نفسه يعيش في بيت جنب البحر قلنا. Did your grandfather طالما هنا في did يبقى مصدر الفعل used to. Dina's sister is exactly the same height as her موجود. When the next tourist goes to the museum 1000 tourists لما يدخل السائح اللي جاي هيبقى كده عدينا كده هو حاليا 999 لما يدخل اللي جاي ان شاء الله اللي هو لسه ما وصلش هيبقى will have visited المتحف زاره ألف سائح تمام. My brother is always singing دايما بيغني طالما is و always و ing معناها ان انا بشتك من اخويا وانا I do homework تمام. Come to my house at 8 o'clock تمام because I will have finished هكون وقتها والله خلصت الشغل بتاعي. This book is brilliant it is far better than last book والله احسن بكتير من الكتاب اللي فات. ودي الاجابات يا جماعه بتاعت الباقي تمام. وان شاء الله ان شاء الله كده يا رب يوفقكم وكل سنه وانتم طيبين اهي القطعه وان شاء الله يا رب نوفقكم كده في امتحانات ابريل باذن الله وربنا معاكم يا جماعه واشوفكم ان شاء الله كده ايه الفيديو الجاي. مع السلامة. مع ألف سلامة.